الكوري زينب الكاتبة العامة لفرع اتحاد العمل النسائي، تحت شعار الهوية حق دستوري نظم فرع اتحاد العمل النسائي حملة تحسيسية حول الحالة المدنية على مستوى جهوي. هذه الحملة تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، منها الأطفال الشرعيين والأطفال المهملين والأطفال المهملين أو المتخلى عنهم، والأطفال الشرعيين برباط جوزي، والأطفال في وضعية صعبة، والأشخاص المسجلون بشهادات إدارية، والأشخاص يعني نتيجة الزواج العرفي أو زواج الفاتحة والزواج الغاصرات والزواج المختلط والأمهات العازبات. وكانت الندوة تمحورت حول هذه المواضيع كاملة بما فيها زواج الغاصرات، خاصة زواج الغاصرات والأمهات العازبات وثبوت الجوزية، لأن هذه الحالات هي المد الرئيسي لعدم توفر الأشخاص على حالات مدنية. لذلك نحن من هذه الحملة الهدف منها الرئيسي هو تعميم الحالة المدنية على جميع المواطنين، ليتمكن كل مواطن من حالته المدنية باش يكون فاعل في المجتمع ويكون إثبات هويته، لأن كيفاش يمكن إثبات هوية شخص وهو أصلا بلا هوية؟ هذا يعني تشمئز له النفوس. والجمعية إن شاء الله سوف تشتغل على المدى البعيد والقريب والمتوسط من أجل أن تكون جهة وادي الذهب الغويرة أشخاص كلهم يتوفرون على حالة مدنية، وهذا هو هدفنا الرئيسي. وسوف نشتغل على جميع المؤسسات التعليمية وكل روض الأطفال، وكنا بلغنا جميع الملحقات الإدارية وجميع المكلفين بمصالح الحالة المدنية في الملحقات أو في الولاية أو في البلدية أو على مستوى محكمة الأسرة باش يتعاونوا معنا ويتآزروا معنا في جميع الحالات. وإن شاء الله سوف نفتح مكاتب متنقلة لهذه الحالات ونآزرها واحدة واحدة ونحل مشاكلها. لكن المشكلة الرئيسية عندي أنا في هذه الندوة هو علاش السلطة المحلية كانت غائبة والسلطة المحلية كانت تكونها حاضرة، لأن هذا العمل عمل السلطة المحلية بالدرجة الأولى. إحنا جينا باش نعاونوهم ونواكبوهم وخصهم مثله ويغيبوا مرة ثانية، الله يجازيهم بالخير. والحملة راهي سوف تستمر وسوف تكشف الأيام عن الحقائق. سيدة شعش، مساعدة الجماعية في قسم قضاء الأسرة ابتدائية وادي الذهب الدخلة، أنا جيت هنا كلمت القسم قضاء الأسرة. صراحة حيي أنا اتحاد العمل النسائي فرع الدخلة على هذه المبادرة الطيبة اللي لمسات فيها، هو مجهود ممتاز، هذا معهدناه في المجتمع المدني اللي دائما هو عمل دؤوب جنبا الى جنب مع كل القطاعات باش يدفع بعجله التنميه. وهذا الدفع بعجله التنميه، هذه المساله تتوخاوها احنا كمواطنين، كيتوخاها عاهل هذه البلاد، وحنا تنشكروهم وتنوه بهذا اللقاء اللي صراحه هو تيفتح الفرصه باش نوضحوا مجموعه التساؤلات للمواطنين، واللي كان التدخل ديالهم معنا في اطار خصوصا استهدفوا من يسمعوا مساعده اجتماعيه جديده في الدخله، اي تدخل المساعده الاجتماعيه في زواج القاصرات، لان وكيف تتدخل المساعده الاجتماعيه في زواج القاصرات. وكذلك حاولنا نوضحوا لهم كيفاش تندخلوا في التتبع ديال الكفالات، خصوصا ان مجموعه المواطنين طرحوا هذه المساله ديال التتبع، من يتتبع هذا المتكفل بهم. وحاولت نوضح لهم ان القانون تيعطي للسيد القاضي المكلف شؤون القاصرين انه يشوف هو الجهه اللي كتناسبه، ومن بينها المساعدين الاجتماعيين باش يديروا لهم بحوث في هذا الميدان. وكان لقاء قيم، وكنشكروا كل متدخلين لان طرحوا نقاشات في المستوى، وكنشكروا الجمعيه على هذا المجهود، على هذا المجهود اللي بذلوه باش ينجحوا هذا الندوه هذه اللي نظمها فرع الاتحاد النسوي بالداخله وفرع الاتحاد النسائي بالداخله، وكانت تتمحور حول التحسيس بالحاله المدنيه. ويعني احنا تطرقنا على العلاقه بين المستشفى او الطب بصفه عامه والحاله المدنيه، وتحدثنا عن الشهادات المتعلقه بالحاله المدنيه، وذكرنا في الاول تكلمنا على شهاده الولاده والتي اعتبرناها بانها شهاده لها واحد الدور قضائي واجتماعي
بحيث أنها لها دور فعال في الإثبات، وذلك لمضمونها التقني، أي أن القضاء دائما يرجع للطبيب لإثبات بعد حالة الولادة. وتهضرنا على التصريح في الآجال المحددة، والذي غالب في غالب الأحيان يكون في 30 يوم بعد تاريخ الولادة. وتحدثنا على الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الأبوين مجهولين، أو الطفل متخلى عنه بعد الوضع، وفي هذه الحالة التصريح يكون تلقائيا من طرف وكيل الملك بعد طلب من السلطة المحلية وواحد المحضر في هذا الشأن، وتكون معزز بشهادة طبية تثبت السن التقريبي للمصرح به. وكاين حالات أخرى اللي تيكون مثلا يستحال معرفة مكان الولادة، ففي هذه الحالة يكون مكان السكنة ديال المصرح به هو مكان الولادة، وإذا استحال معرفة تاريخ الولادة فهنا تكون واحد الشهادة اللي كتثبت السن التقريبي للمصرح به. وكاين فيما يتعلق بالأحكام التصريحية، هناك واحد الغرامة اللي كتتراوح بين 300 و 2200 درهم لكل شخص تولى الولادة ولم يصرح بها في الأجال المحددة. تكلمنا كذلك على شهادة الوفاة بكونها واحد الوثيقة اللي هي شرعية وعندها واحد الدور، عندها كتحمي حقوق هذاك حقوق خلف المتوفى، وكتساعد ضابط الحالة المدنية على التصريح بالوفاة. وهضرنا على حتى الدور ديالها العلمي والسياسي في معرفة الحالة الصحة ديال المواطنين، ورسم الاختيارات أو الاختيارات السياسية لمواجهة المعضلات الصحية. وتكلمنا عاود على التصريح بالوفاة، وهضرنا على مثلا الوفيات التي يكون مثلا مشكوك فيها او كذلك، والتي يكون التصريح باذن بس من الوكيل. باسين ام المؤمنين رئيس جمعيه حمايه الطفل المنشرط بجهه وادي ذهب القوارة، هذه الندوه كانت اللي دار اتحاد العمل النسائي، فرع عمل النسائي لاتحاد عمل النسائي بجهه وادي ذهب القوارة، كانت في المستوى، كانت تكلمت عن اول شيء بعد كاع الطفوله في وضعيه صعبه، وزواج القاصرات، والام في وضعيه صعبه، قالوا ام العازبه امنا في وضعيه صعبه، وكان الحمد لله استفدنا منها واستفادت منها الناس كامله اللي كانت قاعده، وكانت فيها هيئه المحكمه، وكانت الحاله المدنيه، وكانت الناس من هيئات حقوق الانسان موجوده، ومجتمع مدني، وكانت تلعب دور الحاله المدنيه والثبوت الزوجيه، وكانت الحمد لله نجحت هذه الحمد لله كانت نجحت واستفادت منها الناس اللي كانت هون، لا مجتمع مدني ولا حقوق الإنسان ولا الناس كاملة. وكان هدفه هو أن المواطن يلعب، يعود عنده ما يعود خاصه شيء، أنه يلعب دوره كامل كمواطن مغربي، يعود عنده حقوقه كاملة. والحق هو الأول للطفل، حقه في التمدرس، وحقه في الحالة المدنية، وحقه في أوراقه كاملة. أحمد عزمان قسم الحالة المدنية ببلدية الداخلة، بحضورنا اليوم الحملة التحسيسية حول الحالة المدنية تحت شعار الهوية حق دستوري، اللي نظمها فرع اتحاد العمل النسائي بجهة واد دهب القويرة. كدورنا في الحالة المدنية بغينا نديروا حملات تحسيسية ونوعوا الناس ونوعوا المجتمع بذي، ما انا اللي نقولوا افه ولا اللي نقولوا عار، لان ذي مساله جاري بها المجتمع ومساله قديمه من اجدادنا، وخاصها تعالج وتعدلها وتسهل مساطرها وتعدلها انظمه قانونيه لتعود سهله وبسيطه لقد اي مواطن يتابع هاي الاجراءات. زين طالب، رئيس جمعيه الامل للعايدين بجهه وادي دهب القوارة، انا مشارك في هاي الندوه حول الحاله المدنيه، وبصفتي عايد ورئيس جمعيه العايدين نطالب بجميع السلطات عنها هذو العايدين اللي جو راهم اولادهم اللي بقاو شرق، اللي بقاو في جبهه البوليساريو وما يسجلوا معنا نتيجه، خاصهم يتصلوا هنا تياب باش يسجلوا معنا، ومنين يجوا للسفارات والقنصليات برا باش يدخلوا يقولوا لهم بصفتك عن بوك ولا امك في المغرب، احنا ما عندنا
اوراق تثبت عن هذا اولادنا، وهذه هي القضيه اللي نطالب بها كعايدين، ونطالب عن اوراق اولادنا يعدلون، لانه كانت في السنوات الاولى من العوده كانوا يعدلون الاوراق وقفلوها من 94 ولا 95 قفلوا ذيك، عاد خاص الانسان يجي باش قد يسجل مع ابوه ولا امه، هذه ما مقبوله، وهذه احنا بركات يعني قد قاعد يموت واحد منهم ما اعرف كان ذاك ولده ولا بنته، وهذه هي القضيه اللي نطالبوا بها ونطالبوا بها السلطات والجهات المعنيه وحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان المغربي، ورانا نطالبوا بها في كل بلاصه، والى ما حلت لنا مشكلتنا هنا جاوا الى قضايا اخرى.